أهلا ومرحبا. طيب، يمكن في ناس الحين تسأل تقول أنا في كل مرة رايح أعمل أجست للإيقاع وأعزف على طول، وفي كل ما بختار إيقاع يطلع صوت الكورد فوق وصوت هذا وأروح أضبط وأعزف. طيب أنا كيف الطريقة إني أنا أقدر إني أنا أسيف الأجست حقي أنا بنفس الإيقاع وسيفه؟ بقول لك الطريقة كيف سهلة. أول شيء تختار من اي مجموعه، من اي مجموعه، اي الايقاع اللي انت تباه بتعزف عليه. مثلا ما نروح عند المصري بنختار شيء اسمه اورينتال ميكس، اللي هو هذا بالطريقه هاي. احنا تلاحظ مثلا صوت الكورد فوق، صوت البيز فوق، صوت تحت. كل اللي عليك تسويه انت اخترت الايقاع، تطلع اكزت، تروح على ستايل مينيو، تعمل ستايل كرييتر، كأنك انت راح تعمل تسجيل او تعديل على الايقاع. تروح على منيو رقم 2، تختار ستايل كرييتر، تطلع لك الصفحة هذه، ما تعمل اي شيء، تروح على ريكورد الشانل، تطلع لك 8 تراكات. كل اللي عليك انك تروح وانت فاتح صفحة التسجيل، تروح على الميكسر، تروح على خانة اللي هو الستايل، تطلع لك الصفحة هاي، شوف التراكات الثمانية، خلاص تعمل اجست. مثلا الحين عندك تروح مخفض، زين، البيز عالي، تطول على البيز، شوف طول، تعمل الاجست اللي تباه، شوف خلاص. بعد ما تعمل الاجست اللي تباه تعمل اكزت، يرجعك على صفحة الستايل كريتر. كل اللي عليك تسويه انك تعمل سيف فقط. تسيف وين؟ يقول لك والله في اليوزر، تروح عامل انه، شوف يطلع لك اسم الايقاع نفسه اورينتال ميكس، تكتب انت اسمك سامي او اورينتال ميكس 2، وتروح عامل داعس اوكي، تطلع بعدين اكزت، تروح عند اليوزر في خانه الايقاعات، راح تلقاه مسيف في اليوزر خلاص بالاجست اللي انت تباه. كذي انت عملت الطريقه هاي، ريحت نفسك وشكرا.